القمر بيفكر في ايه وسرحان في ايه؟ الجو بصراحة تحفة هنا. بس انا بردت، رحت جبت حاجة عشان اتدفى. على فكرة انا عملت زيك. ايه بقى سرحانة في ايه قوليلي؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ سرحانة في عزة، كان نفسك يبقى هنا بس ما قلتيلوش، صح ولا غلط؟ انت بقى محللة نفسية؟ يعني بصي، انا متأكدة من اللي انا بقوله لك ده. مش وقت نكد، احنا جايين يومين نفرح بيهم. اضحكي بقى. حاضر. بصي مين جاي؟ هي بتدور على هشام وانا هجننها لك. هي مجنونه خلقه اصلا. انتوا بتقولوا كلام سر ولا ايه؟ ولا سر ولا مر. طب وعمته، هو هشام فين؟ شوفيه يمكن هنا واقف بيبص على بنت اجنبيه حلوه كده في البسين بيلعب معاها. نعم نعم الله. شوفي روحي دوري عليه. فين بقى؟ معرفش هو فين بقى دلوقتي. معرفش. شكرا. البنت دي طيبه جدا، ملهاش علاقه بامها، بس مرات تكرف على امها. الحمد لله مش واخده كل جيناتها. بص علي، شوف الاجنبي برضو ده ليه رونق خاص كده، شيك برضو في حته، دي ليه حتته يعني. وبعدين تحس ان في طاقه ايجابيه جوه. طاقه ايجابيه فعلا. انت ما تقومي عشان تكلمهم ولا تسالهم اي حاجه؟ اسال مين يا عم؟ مش قادر. وبعدين انا عملت كده كتير قوي، ما تقوم انت وريني هتعمل ايه. ماشي. بس بقول لك ايه، هما كلمتين، ها ما تقعدش تعمل كتير. هي هتيجي معاك بسرعه. اقول لها ايه يعني؟ قومي اسالها، اقول لها الكتاب اللي معاكي ده اسمه ايه؟ رايح فين يا علي؟ راح يعكس البنات اللي هناك دول. نعم تعالى هنا، انا اصلا جاي اقول لك ان امي عايزاك. حركه ماما دلوقتي عايزه ايه؟ يعني ايه عايزه ايه؟ هي قالت لي روحي شوفي علي. اقول لها يعني عايزه منه ايه؟ ما تروح شوفها هي عايزه ايه. طب اهدي بس كده شويه وقول لها علي خمس دقايق وهيجي لك. دلوقتي يا علي يا اما هقول لها. بس خلاص خلاص، روحي انت علي وانا اعرف لك اسم الكتاب. لو النبي وانت جاي بقى تعرف اسم الكتاب وتعكس البنات؟ يا صرفي ايه وانا ليه في الكلام ده؟ انت عارفه وبعدين كنا بنعرف فعلا اسم الكتاب بجد. طب تعالى نتمشى كده يمكن نلقط حاجه باللي انت لابسيها. بس حلوه صح؟ حلوه.